أحسن الله إليكم. تقول: هل ظهور جزء من قدم المرأة دون قصد من تحت العباءة أو الشرشف هل يبطل صلاتها وتجب إعادتها أم لا؟ إذا ظهر شيء من قدمها وبرز حيث يراه الناس لو كان عندها أحد إنها تبطل صلاتها، لأنه ظهر شيء من عورتها، إلا إذا كان يسيرا أو كان كثيرا ولكنها غطته وبادرت بتغطيته فإن صلاتها صحيح. فإذا انكشف شيء كثير وتركته، إذا انكشف شيء كثير أو شيء يسير وتركته ولم تغطه إنها تبطل صلاتها، أما إذا بادرت بستره فإن صلاتها صحيح. نعم، الحمد لله.